السلام عليكم طلاب الصف الرابع في أكاديمية التطبيقات الذكية. انهينا وحدتنا بدرس الصحة الجسمية والصحة النفسية. اليوم راح نبدأ بحل أسئلة الدرس وأسئلة الوحدة. في عنا صفحة راح نحلها في كتاب التمارين. نبدأ بحل أسئلة الدرس. وضح العلاقة المتبادلة بين الصحة الجسمية والصحة النفسية والعاطفية. يوجد علاقة متبادلة بينهما، فحين يصاب الشخص بمشكلة صحية جسمية تتأثر حالته النفسية، والعكس أيضا صحيح. المفاهيم والمصطلحات، أضع المفهوم المناسب للفراغ. تعني قدرة الشخص على الشعور بالعواطف الإنسانية وضبط انفعالاته ومدى توافقه مع بيئته. هذا تعريف الصحة النفسية والعاطفية. سؤال 3، أبين أهمية بناء علاقات ودية مع الآخرين. تجنبنا الانفعالات وتعزز الود والاحترام مع الآخرين، مما يؤدي إلى المحافظة على صحتنا النفسية والعاطفية. سؤال 4، ما النصائح التي أقدمها لزميل سريع الانفعال والتوتر؟ يجب التزام الهدوء وضبط النفس والابتعاد عن أسباب التوتر والانفعال، لأن كل ذلك يؤثر على صحتي النفسية. سؤال 5، أعطي أمثلة على مشكلات جسمية ونفسية وعاطفية شائعة في المجتمع. من المشكلات الجسمية الصداع، أمراض السكري والضغط، ومن المشكلات العاطفية أو النفسية القلق، التوتر، الخوف والاكتئاب. سؤال 6، ذهب سالم إلى المدرسة وهو مصاب بالإنفلونزا، وبعد عدة أيام أصيب عدد من الزملاء في الصف بها. ما السبب الأرجح في أن بعض زملائه قد أصيب بالإنفلونزا وبعضهم الآخر لم يصب بها؟ الآن شو الأسباب؟ إنه الطلاب الذين أصابوا بالإنفلونزا ليس لديهم مناعة من هذا المرض، أما الذين لم يصابوا لديهم مناعة من هذا النوع من الإنفلونزا. برضو بيعتمد على مدى قرب سالم من زملائه. إذا كان قريب منهم ممكن ينعدوا كمان بشكل أسرع. الآن قبل ما نبدأ بحل أسئلة الوحدة، بدنا نتحدث عن بعض الأشخاص اللي بيفقدوا حاسة البصر، نطلق عليهم باسم كفيف. الشخص هو الذي لا يستطيع، أو الشخص الذي فقد حاسة البصر. طبعا كيف ممكن إنه يتعلم؟ بتعلمه بطريقة القراءة عن طريق نظام بيسموه نظام بريل. هذا النظام بيعتمد على حاسة اللمس، زي ما إحنا شايفين بالصورة، بيكون قراءة من خلال الأحرف بتكون بارزة إلى الأعلى، بس يقوم بوضع الكفيف يده على الصفحة، يستطيع من خلال اللمس يعرف الحروف الموجودة. طبعا هاي نظام البريل بيحتاج تدريب عليه في مراكز متخصصة. هذا بالنسبة للشخص اللي فقد حاسة البصر. الأشخاص اللي فقدوا حاسة السمع نطلق عليهم باسم الأصم. يلا نبدأ الآن بحل أسئلة الوحدة. المفاهيم والمصطلحات، أضع المفهوم المناسب في الفراغ. الحالة التي يتمتع فيها الجسم بسلامة أعضائه جميعها بنسميها الصحة الجسمية. الشخص الذي لا يمكنه السمع اللي هو الأصم. السؤال الثاني، أقارن بين الصحة النفسية والعاطفية والصحة الجسمية. الصحة الجسمية مرتبطة بأجزاء الجسم، قدرتها على القيام بأعمالها. أما الصحة النفسية والعاطفية فهي مرتبطة بالانفعالات وردود الفعل والتحكم بالمشاعر. سؤال 3، اقترح طرائق لتعزيز الصحة النفسية والعاطفية لدى الناس. كيف عنا طرق لتعزيز وتحسين الصحة النفسية؟ الاقتراب من الله بالعبادة، من الله عز وجل بالعبادة، بالاستغفار، أذكار الصباح والمساء، هاي كلها بتريحنا أو بتحسن من حالتنا النفسية. الترفيه عن النفس، قد يكون الترفيه ممارسة هواية مفضلة، الخروج في مشوار معين، القيام بالرسم، والابتعاد عن أسباب التوتر والقلق. سؤال 4، اقترح ممارسات للمحافظة على حواسي الخمسة. عندنا المحافظة على الحواس الخمسة، عدم اللعب بالأجسام الحادة، عدم الجلوس قريبا من التلفاز، والابتعاد عن الأصوات الصاخبة. سؤال 5، كيف أحافظ على صحتي الجسمية؟ من خلال اتباع بعض الأمور مثل تناول الغذاء الصحي المتوازن، ممارسة الرياضة والنظافة. سؤال 6، ماذا أتوقع أن يحدث نتيجة كل مما يأتي؟ في حالة الانفعالات النفسية شو ممكن يحدث؟
الشعور بالتوتر والقلق والإرهاق. أما في حالة اللعب بالأجسام الحادة شو ممكن يحدث؟ الإصابة بالجروح والأذى. سؤال 7، اختار الإجابة الصحيحة. الحاسة التي يستخدمها الطفل في الشكل المقابل، لاحظ إنه حاسة الشم. إجابة صحيحة هي جيم. إحدى الآتية تعد من طرق المحافظة على الصحة النفسية والعاطفية. الإجابة الصحيحة هي جيم، تجنب الانفعالات. سؤال 8، ذهبت أنا وصديقي لزيارة زميل مريض، وعندما تناول الدواء الذي صرفه له الطبيب، طلب صديقي إليه أن يعطيه من الدواء الذي يتناوله لأنه يشعر أحيانا بالأعراض المرضية نفسها. هل أوافق صديقي على طلبه؟ طبعا لا أوافق، لأنه يجب مراجعة الطبيب. كل حالة مرضية تختلف من شخص إلى آخر. ماذا أنصحه؟ بعدم تناول الأدوية من دون استشارة الطبيب. هيك بنكون أنهينا حل أسئلة الوحدة. الآن يا رابع رح نحل صفحة 35 في كتاب التمارين. اختار الإجابة الصحيحة. يميز الإنسان ما يرى ويسمع ويشم ويتذوق. في الإجابة الصحيحة ألف، الدماغ. السؤال الثاني، أخبر كمال صديق فارس أنه عندما يأكل الفاكهة يحصل على كل ما يحتاج إليه من غذاء للبقاء في صحة جيدة. هل الفاكهة تشمل جميع المواد الغذائية اللي بيحتاجها جسم الإنسان؟ طبعا لا. ويعتقد فارس أن كمال يحتاج إلى تناول أنواع أخرى من الأطعمة أيضا. من منهما على صواب؟ الصواب هو فارس، أنه يجب تناول أطعمة أخرى إلى جانب الفاكهة. أفسر إجابتي، نكتبها، لأن الفاكهة لا تحتوي على العناصر الغذائية جميعها التي يحتاج إليها الجسم. السؤال الثالث، تلعب أسمعان مع صديقة لها مصابة بالزكام. اكتب نصيحة لأسمعان كي تتجنب الإصابة بالزكام من صديقتها. كيف ممكن تتجنب الإصابة؟ من خلال لبس الكمامة وترك مسافة مناسبة بينها وبين صديقتها. إذا نكتب إجابات أسئلة الوحدة وأسئلة اللي حليناهم في كتاب التمارين على الكتاب، ويعطيكم العافية. رابع.